النقطة 7 اللي هي performing the toilet of the cavity. الآن إحنا تمينا كل ال preparation بتاعنا وبنديره تنظيف للكافيتي اللي هو شنو؟ This is the final step in tooth preparation prior to destruction. هذه الخطوة النهائية قبل عملية الحشو أو قبل عملية وضع الحشو في السن. The chips of enamel and dentine should be removed by water air spray. إن هو الشيبس الفضلات اللي طلعت من البريبريشن بتاعنا أو الغبرة الحاجات اللي طالعة من البريبريشن في الكافيتي ضروري ننظفوها ب water air spray اللي هو الموجود في الكرسي اللي هو 3 in 1 syringe يقولون اللي هو يطلع منه مية ويطلع منه هواء. The cavity should not be sterilized because the sterilization or sterilizing material have harmful effect on dentine and bulb. ما فيش حد يدين لي مثل الكحول ولا مواد كيميائية ينظف بها الكافيتي، لا، هذه حتأثر على البلب وعلى الدنتين، ولهذا دائما تستعمل ديستل ووتر أو حاجة فيها مية. الأوبجكتيفز، شنو الغرض من التويلت في الكافيتي؟ الأهداف متاعها، أول هدف elimination of bacteria and debris and saliva. ضروري نحول كل البكتيريا، نحول الدبرس الفضلات، نحول الصلايف تكون الكافيتي كلين. ريموف اوف دنتين تشيبس، اللي قلنا الفضلات نتيجه فضلات التشيبس هذه طالعه من الدنتين في البريبريشن حاطين نشيلوها نحولها. ثلاثه امبروف ادابتيشن، بعد نحول كل شيء شنو يصير؟ نصير تحسين او نساعده في عمليه الادابتيشن. مثلا في الامالجم بعد يكون كوندنسيشن الامالجم حيضغط على الوولز حيمسك في حاجه اسمها ادابتيشن، ولهذا نبغى نحصلوا على جود اول امبروف ادابتيشن. هذه بالنسبه للاهداف نتاع التويلت اوف ذا كافيتي. نجول الفيتشرز اوف ذا تويلت اوف ذا كافيتي كيف يندار. سكراب ذا كافيتي وولز اند ذا فلورز. كافيتي وول مثل كلاس 1 نقول بكر لينجو الميز ديستال والبلبر فلور ود هاند انسترومنتس، اللي هو نديرو سكرابينج او ننظفوها بالهاند انسترومنت. فلش ذا كافيتي with water and dry it gently with air blowing. اللي هو ان انا ندير فلاشنج للكافيتي with water، قلنا distilled water، وندون نجففوها وننفخوا نديروا بالاير اللي هو الهواء باش ننظف المكان وتبقى دراي الكافيتي تكون دراي. الان حننتقلوا للمحاضره اللي بعدها وهو عنوانها اللي هو التوت بريبيشن كلاس 1 فور امالجم ريستوريشن، وبنتكلموا على كلاس 1 وعندنا كلاس 2 وعندنا كلاس 5 اللي هن الكلاسيفيكيشن اللي ممكن ندير فيهن امالجم. ليش ما نتكلمش على كلاس مثلا 3 و 4؟ لان الكلاس 3 و 4 راح تكون في الانديوريتيد تحتاج لكومبوزيت، لكن الكافيتي اللي في ممكن ندير لها امالجم حنتكلم على طريقه البريبيشن بتاعها كيف نحفر الكافيتي. هذه طبعا محاضره عمليه، ان هنا بنتكلم شنو الخطوات اللي نديرهن باش نحكي او نتكلم عليه موضوع البريبريشن. نجو لي توت بريبريشن كلاس 1 فور امالجم ريستوريشن. التوت بريبريشن ستيبس اللي الخطوات اني هنا كيف ندير بريبريشن. انت في المعمل كيف تدير عمليه البريبريشن؟ رقم واحد انيشال كلينيكال بروسيجرز، او نتكلموا حتى من الناحيه الكلينيكيه مثلا في العياده. اول حاجه النقاط اللي يشملها الانيشال كلينيكال بروسيجر اللي هي شنو؟ الانستيزيا اوف ذا توت تو بي اوبريتد اون. المنطقه اللي تشغلها انت عند بيشنت ضروري تعطي انستيزيا اللي هو البنج. As well as the adjacent soft tissue is usually prerequisites for better dentistry. يعني soft tissue والتوت ندير الانستيزيا. Adequate moisture control may be achieved with cotton rolls. طبعا ضروري نديروا جود ازوليشن او مويتشر كنترول، اللي احنا ما نبوش الصرايف تدخل في الكافيتي، نبوا نعزلوا السن اللي نشتغل عليها عن باقي الفم. ممكن نستعمل كوترول، ممكن نستعملوا اللي هي جنرالي ازوليشن اوف ذا بريتف سايد والرابر دام از ريكومندد، اللي هو نستعمل الرابر دام. الرابر دام عباره عن شيت مطاطي يركبه في فريم وينحط وين بكلام على السن يفصل او يعزل السن عن باقي الفم. هذه اسمها ازوليشن اوف ذا اوبريتيف فيل. هذا لو تشتغل عليه مريض حقيقي. نجو بعدين انيشال توت بريبريشن. النقطه الخطوه اللي بعدها ان احنا بنديروا البريبريشن المبدئي. نقولوا له اجين اكسس تو ذا كاريس، ان جيت السن فيها تسوس وبدير لها
بتحول منها التسوس او بتحول بتدير تبدا فيها البريبريشن. اول حاجه بتاخذ سمول راوند بير ولا بير شيبت بير، نوع من انواع البيرات اللي هو سمول راوند بير الهاي سبيد ولا بير شيبت بير with high speed hand piece are used for initial preparation. For initial preparation. هذا يبدأ في preparation. Penetrate the occluded surface within the carous area. تدخل في occluded surface في المنطقة اللي فيها التسوس to a depth of about 1.5 millimeter. تدخل عمق حوالي نقول احنا 1.5 millimeter for premolar وتقعد حوالي 2 millimeter for molar اللي هو for posterior teeth. معناها البنتريشن الاول المبدئي بتاعك اللي هو دخلت بالراوند بير حوالي 1.5 ملم في حدود للبريمولر ولا بالنسبه للمولر حوالي 2 ملم جاست 0.2 انتو دنتين. في بعض الكتب تقول 0.2 في بعض الكتب تقول 0.2 الى 0.5 ملم لكن هذا المعتاد هو 0.2 ملم جاست انتو دنتين. الان نتكلموا على منطقه ما فيهاش تسوس كثير، دخلت في الانامل في تسوس طقيت في الدنتين دخلت حوالي 0.2 ملم في الدنتين فقط. The measurement from central fissure to the pulpar floor. كيف تقيس هذا؟ اللي هو نبدأ من central fissure. الفشر اللي هو موجود في central area اللي هو في الكلوزد سيرفس عندنا الفشر في central تبدأ من الوسط بتاعه تدخل البيريودونتال بروب لأن فيه أرقام معينة يعطيك 1 ملي 2 ملي 3 ملي تدخل بيه وتقدر تقيس بيه المسافة بتاعك. هذا الآن الخطوة هذه نتكلم على شنو؟ على السن في العيادة. في مريض حقيقي. لكن لو نتكلموا عن سن في سنه ثانيه شو بتدير انت في الخطوه الهدي اللي هي انيشال توت بريبريشن؟ انك انت بتجي وبتدير بنتريشن في الميدل فصه في الميزي الفصه في الدست الفصه بعمق مثلا نقول 1 ملي او 1.5 ملي. هذه بعدين بتوصلها بالفشر بير حنحكي عنها في الخطوه اللي بعد. لكن النقطه الاولى اللي هي جين اكسس تو ذا كاريس لو نشتغل عليه بلاستيك توت حندرو 3 بنتريشن 3 penetration holes او 3 نقاط في الميزي الفصه في الدست الفصه وفي الميدل فصه في الميزي والدست والميدل فصه. نجي للنقطه الثانيه الثالثه اللي هي ريموف اوف كيس. خلاص انا درت penetration دخلت 1.5 ملم كون الكافيتي بشكل عام. الان بنحاول التسوس بنشوف اذا كان احنا عندنا تسوس عميق ولا بنحاوله. keeping the bear at established depth. الدبت قديش قدرنا احنا 1.5 ملم اللي هو مخلوا البير اللي بنستعمله تو الان على نفس العمق اللي هو ال 1.5. keeping the bear at the established depth the long axis of the bear is parallel to the long axis of the tooth crown. البير بتاعك ما فيش حد نلاحظ فيه في سنه ثانيه يعني في العملي يجي واحد البير تخليه موازي لسطح السن الخارجي بتاعك بمعنى موازي لللونج اكس اوف ذا توت بمعنى تخليه بيربنديكولر عمودي. ما يجيش حد يميل البير يمين او يسار مثلا يدخل يشتغل في الباك وول يميل البير يميل منه، لا يخليه عمودي. البير يكون شنو وضعيته عمودي على حسب شكل السن اللونج اكس اوف ذات روت. اكستند ذا كافيتي لاترالي فروم سنترال اوف ذا ليجن يوزنج ذا فيشر بير تو ريموف كاريس فروم دنتينو انامل جنكشن اند ذا وول اوف ذا كافيتي انتل بريفري اوف ذا كافيتي از اسيست باي جنتل بروبينج تو بي كاريس فري. طبعا الجو بعد ما دخلت في الكافيتي النقطه الاولى في اللي هو كل عمق 1.5 ملم في الكاريس الجو بناخذ الفشر بير وبنخلوه اللونج اكس بتاعها على حسب عليك شكل اللونج اكس بتاع التوت ما ندورش فيه ميول معين يكون مستقيم باش يعطينا الباك وول واللينج وول والولاد تكون شنو تكون يا كونفيرج ولا ليتل يا تكون برر ونوصل بالفشر بير اللي هو الكافيتي الموجوده نوسع بها باش نكون الكافيتي بتاعي من ميزي اللي عند الدستل من البكه اللي عند الليمون. هذا في حاله انه في تسوس ونحول به التسوس الموجود وين؟ في الدنتين جنكشن اللي هو ما بين الدنتين وبين الامل واللي اذا كان في تسوس في الوولز. ليه نخلي حدود الوول كلها انتاكت سليمه؟ حناخذ البروب ونمشيه على البلبر فلور نمشيه على الوولز بتاعي نلقى كلها فري ما فيش كارس هارد يبقى هذه الكافيتي بتاعي وصلنا للنقطه هذه. لكن اذا كان تشتغل على سن بلاستيك في المعمل الخطوه دي كيف تتعامل معها؟ قلنا احنا درنا في الخطوه الاولى هي تري وولز سوري تري هولز ميزي الدستل بالراوند بير و ميزي الدستل و ميدل. نجي ناخذ الان الفشر بير ونوصل ما بين الثلاث نقاط هذه
بنفس المستوى العمق اللي عندي اللي هو 1.5 ملي. بهالطريقة حتتكون عندي كافتي الآن. تكون عندي كافتي متكامل. هذا في بالنسبة للبلاستيك تيث. نجو الآن بعد هنشوفه في احنا الآن بنتكلموا قاعدين متواصلين على أساس إن الشغل بيشنت حقيقي أو عليه سن حقيقي. Then use the sharp excavator or medium sized round bear in the low speed handies with light pressure to remove caries from the floor of the cavity. الآن إذا كان عندي تسوس موجود في البلبر فلور وني في بيشنت حقيقي حناخذ شنو؟ حنسيب الهاي سبيد وناخذ اللو سبيد ونركب فيها ميديوم سايزد راوند بير ونحول بها التسوس هذا او نستعمل اكسكافيتر انسترومنت حكينا عنها المره الماضيه اللي هي اسمها اكسكافيتر نحول بها اللي هو السوفت كيرف. اف انامل ذا كافيتي وولز بيكمز اندرمايند. اذا كان حولنا التسوس اللي في دنتين سواء كان في البك الوول والميزي الوول ولا في دستو وكذا في واحد من الوول او في بلبر فلور حولنا الدنتين كاريس اصبح شنو اللي نعمل فوق منه انسبورتد لان الكاريس حولناه في الدنتين. مثلا نشوف مثلا البك الوول. البك الوول يتكون من جزء انامل وولز وجزء تحتاني اللي هو جزء منه في الدنتين يعتبر شنو الدنتين وول. لقينا في تسوس في الدنتين حولناه التسوس هذا اصبح شنو معلق الانامل وول معلق ما فيش منه فيش الدنتين تحت منه شو يسموه فيه هذا يسموه فيه انسبورتد انامل. شنو ندير لهذا اف انامل اد ذا بريك كافيتي وولز becomes undermined it must be taken back to sound dentine with fisher bear or chisel. chisel اللي نوع من انواع هذا instruments حكينا عنها مره فاتت او نستعمل هي او نستعمل فيشر بير في الهاند بيس ونحول بها اللي هو unsupported enamel. ضروري نخمل خلي البك الوول بتاعي على سبيل المثال ماشي او جاي الانامل الجزء بتاع البك الوول موجود وين عليه sound dentine نحول الجزء الانسبورت انامل نوسع فيه لين يبقى الانامل كله او يكمل البك الوولي كله جزء متكون من الدنتين وما الانامل. If the cavity becomes very deep كان الكافتي بتاعي عميقة proceed very gently with an excavator and assess the need for bulb capping or other bulb treatment. بعدين اذا كان لقيت اني ماشي اكثر عمقا ضروري نستمر بالاكسكافيتر نحول كل سوفت كيريس لين نبقى عند هاند هارد دنتين ونتعامل معاه باعتباره شنو باعتباره ديب كافيتي حنحط لها لاينر نحط لها بيز والمواد المطلوبه لللاينر والبيز. نجول الخطوه الرابعه حاولنا تسوس النقطه الرابعه شيء بلان ديفاين كافيتي اوتلاين اند شيب. بنديروا تشطيب الان الكافيتي بنشوف الاوتلاين بتاعي بنشوف الشيب بتاعي بنشوفه شو نقدر ندير لنا. الان شو بندير ناخذ ذا انفيرتد كون انفيرتد كون بير ليدز تو اوكلوزال كونفرجن اوف ذا بكل اند لينجوال بريبريشن وول اند بروفايد اديكويت ريتينشن فورم فور ذا توث بريبريشن ات اولسو برودوسز سلايتلي راوندد انترنال لاين انجل اند بوينت انجل. الان حناخذ البير الثاني اللي هو اسمه انفيرتد كون. انفيرتد كون الشكل بتاعه من الامام اعرض من 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 فوق اللي هو الشكل بتاعه كالقمع. حندخله وين في الكافيتي الشكل بعد ندخله في الكافيتي تلقائيا الكافيتي شنو بتكون معنا بالنسبه للبك الوول واللي نقولون حيكون شنو كونفرجن. البلب الفلور حيبقى سموت. اللاين انجل والراوند انجل حيكون شنو راونديشن حيتكون شنو راونديشن بهالطريقه. هذا استعمال انفيرتد كون. وهذه بالنسبه لما لو قلنا عندنا امبيشن حقيقي لو نستعمل في سنه ثانيه قلنا كوننا الخطوه اللي فاتت قلنا ان وصلنا الثلاث نقاط هذه بالفشر بير تكون عندي كافيتي. ندخل الان انفيرتد كون انفيرتد كون بير استعملوه. انفيرتد كون شو بدي اعملنا كما الان بيعملنا البك الوول واللينج وول كونفرجن بيعملنا سموثنج البلب فلور بيعملنا راونديشن لللاين انجل والبوينت انجل. ولهذا في سنه ثانيه في المعمل انت بتستعمله في 3 مين بيرز راوند بير فيشر بير وانفيرتد كون بير. The fisher bear used to go around the cusps to conserve the tooth structures. ناخذ الفيشر بير ونمشي على على الكسبات باش نحافظ على الكسبات طبعا and produce the outline of the cavity. شنو المعنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انني عندي كافيتي البك واللينج وول واضحات البلب فلور واضح لكن عندي كسبات موجوده في البك وول واللينج وول مثلا الكسبات هذه بيناتها جروف
ضروري نمر عليها المرور، بمعنى ندير راونديشن، ناخذ البير ونمشي على الكاس بس وندخل ما بين الكاسبات. هذه اسمها راديكال جروفز، اللي هو الجروف اللي طالع من المين جروف وداخل ما بين الكاسبات. ندير راونديشن حول الكاسبس باش نخلي الكاسبات معالمها، ما نديرش خط مستقيم، لا ندير راونديشن بالفيشر بير، ندير شنو راونديشن باش ندير كونزرفيشن. هذا معنى كلمه راوند ذا كاسبس تو كونزرف، باش تحافظ على التوت ستراكشر. ندير راونديشن على الكاسباس وندخلوا في الجروف اللي ما بين الكاسبس ونخلوا الكاسبات واضحه. While maintaining the bear's orientations and depth, extend the preparation to include any fissures that radiate from the bit. أي فشر طالع من البت أو طالع من الجروف ما بين الكسبات أو في المارجرج ندخل فيه على نفس الorientation. orientation معناها على نفس الاتجاه، ما نقدرش ندير ميول. الفشر بير تخليه بيربنديكولر، عمودي البلبر فلور، ما فيش حد يميله يمين ولا يسار، لان كان ميلت شنو بيدير؟ حياكل الكسب، حيحول جزء كبير من الكسب، ولهذا نخليه عمودي وندير راونديشن، نتحرك بي بشكل راونديشن في اي جروف ما بين الكسبات او في المارجرز. Extending the outline to include fissures, thereby placing the margins on relatively the margin on relatively smooth sound tooth structure, eliminating weak wall of enamel by joining two outlines that come close together. اللي هي less than less than 0.5 millimeter apart, extending the outline to include enamel undermined by case. شو معنى الكلام هذا؟ معنى انني ندير اكستنشن للاوتلاين بتاعي تو انكلود اذا كان في فشر قريب مني ولا بت قريب مني نشملها وين؟ في الكافيتي بتاعي، باش تبقى المنطقه كلها سموث وساوند توت ستراكشر. اليمينيت ويك وولز اوف انامل، اذا كان مثلا عندي تو كافيتس، جزء في الميزي وول وجزء في الميدل وول، إذا كان لقيت الفاصل بيناتهم ضعيف معناها أقل من 0.5 ملم، ضروري نشملها نخليها كافيتي واحدة، نديرها عشان 1 كافيتي. The remaining thickness of margin ridge should be 1.6 ملم for premolar and 2 ملم for molars. اللي هي قلنا لكم بدري أن المارجن ريدج والوك كاسبات مهمة جدا جدا. أنا مثلا نشتغل في كلاس 1، عندي فيها كاسبس وعندي فيها مارجن ريدج. الكاسبس تعامل معها وقلنا ندير له راونديشن بالفشر بير، ما نديروش خط مستقيم ماشي البكرول، لا نديروا نلفوا على الكسبات، ندخلوا في الجروفات اللي ما بين الكسبات ونديروا راونديشن، نخلوا الكسب واضح موجود، البلك بتاعه موجود، هذه حافظنا عليه. نجوا للمارجرج، المارجرج ضروري نخليها اذا كان نشتغل على البريمولر العرض نتاعها الوت نتاعها نخليه 1.6 ملم، اذا كان نشتغل على البوستيريور تيت على المولر نخليها حوالي قديش؟ في حدود 2 ملم. شنو معناها؟ حتى انت في سنه ثانيه بعد تشتغل ما يجيش حد يضعف لي المارجن ريدج، المارجن ريدج اللي هي في اتجاه الميزيل وفي اتجاه الدستر. اذا كانك انت خذيت منه جزء كبير حتى التقييم نتاعي ليك في الامتحان حتنقص الدرجه واجده، ليش؟ لانك انت ما اتبعتش المواصفات الصحيحه. المارجن ريدج مهمه جدا، قوه السن دائما نقولوا فيها في المارجن ريدج وفي الكسبس. اذا كان حول جزء كبير من الكسبس او حول جزء من الكسب او حول جزء من المارجن ريدج تبقى السن ضعيفه. ولهذا انت في السنه الثانيه تعود انك تحافظ على المارجن ريدج بالطريقه اللي قلناها اللي هي عمليه الراونديشن حول الكسبات، سوري بتحافظ على المارجن على الكسبس انك انت بتدير الراونديشن على الكسبات بتحافظين، وبتحافظ على المارجن ريدج بتخليها الغلظه نتاعها او التكنس نتاعها المطلوب. هذه كيف تتعلم في البدايه؟ تقيسها بالبريو بريدونتال بروب اللي هو فيه دوتس، فيه علامات 1 ملم 2 ملم 3 ملم، او تاخذ نص البير في بعض البيرات تلقاها 3 ملم، تاخذ حدود 2 ملم تقول هذه والله المفروض تكون 2 ملم في المولر، تعود نفسك على الطريقه ولهذا تحافظ على المارجن ريدج مهمه جدا. سو ذا ريمينينج تكنس التكنس بتاع المارجن ريدج المتبقي should be 1.6 ملم for premolar and 2 ملم for molars. The mesial and distal wall طبعا احنا عندنا
كلاس 1 شنو فيها؟ فيها بكر وول وفيها لينجل وول. قلنا كيف يكون شكل؟ يكون شكلها كونفيرجن ولا يكون البارل. بالنسبه للميزي اندستر وول شود بي كيب دايفيرجن سلايتلي بات نوت مور ذان 10 ديجريز تو بريفنت ويكن مارجن رينج انامل اند ريسك سبسيكوينت فراكشن. نجول الميزي اندستر وول المفروض تكون يا برر يا شويه دايفيرجن حوالي 10 درجات عن اللونج اكس عن الـ عن الـ عن المارجن حوالي 10 درجات خارجه برا اللي نقول احنا شويه دايفيرجن. ليش؟ لان اذا كان خليناها كونفيرجن شو بنخلو المارجن ريدج بيقعد شنو حولنا جزء من الدنتين بيقعد الانامل ان سبورتد وفيها الطريقه بتتعرض للكسر. لكن بعد نخليها شويه دايفيرجن نقدر نحافظ على نفس التكنس نتاع الانامل ومتاع الدنتين موجود في نفس الاتجاه بالضبط. شويه دايفيرجن معناها الانامل الميزل وول ديستال وول should be slightly diverging اي حوالي بالزاويه لو نقيسوها نلقاها 10 ديجري داخله طالع برا شويه حوالي 10 ديجري. ليش درنا هيك؟ باش ما نضعفوش المارجن ريدج وما يصيرش بعدين فراكشر او سبسيكوينت فراكشر. النقطة الخامسة اللي هي complete decavity preparation. الآن بنكمله بنشطب تشطيب نهائي. decavity floor إيش المفروض نلقوا في الكافيتي هذه مثلا؟ هذا رأوا في كلاس 1 كل قاعدين يتكلموا في كلاس 1. decavity floor should be flat. تو احنا الآن حفرنا السن ودرنا preparation كويس وكل شيء الأمور تمام بنقيموا السن بنشوفوا إيش اللي يصير. الآن إن احنا إيش بنديروا؟ أول حاجة بنجو نشوفوا the cavity wall should be flat تفهمنا فهم and wall diverging from occlusal to provide retention for the retention نفس الكلام. all undermined enamel should be eliminated كل الاندرمايند تحولها. the cavity wall of line angle and point angle should be rounded قلنا ما تخليهاش شارب وحكينا ليش to make sure that no voids ما فيش فراغات تكون remain when condensing of the mag كما قلت لكم بعد دير كوندنسيشن ما نخليش منطقه تقعد فويدس لان كان هي المنطقه ماهيش راوندد مش حنقدر نوصلوا فيها الاماجم اللي عند الكورنر هذه. ده اوبليك ريدج في الاناتومي دنت اناتومي في حاجه اسمها اوبليك ريدج وين موجوده؟ موجوده في الابر ماكسيلري تيت ابر ماكسيلري مودر سوري الابر ماكسيلري مودر فيها حاجه اسمها اوبليك ريدج اللي هي بلجنج بروز داخل الفلوز سيرفيس وفي حاجه اسمها ترانسفير ريدج وين موجوده؟ في البري مودر. هذين الزود should be conserved if possible for resistance form. إذا كان ما فيش تسوس نحافظ عليها. ندير كافة يمين هو يسارها اللي هي ميزيل ودستل. لكن إذا كان انفولفت الكاريس ضروري نحوله لأن هذين يعطيني قوة أكثر للسن. معناها بليك ريدج في الماكسيلري مودر والترانسفير ريدج في البري مودر. must be preserved if possible. The proper depth of the cavity العمق بتاعك give sufficient bulk of the restored material. كما قلت لكم بدري انت في سنه ثانيه تعود مفروض تدير كافيتي ديب معين مطلوب ما يجيش حد دوب من بادي في الكافيتي ويوقف عندها لا هذه مش حتعطينا جود بلك مش حتعطينا تكنس معين الماتيريال لان التكنس مهم جدا. The cavity depth is kept uniform المفروض العمق بتاعه يكون متساوي ميزي الدستل ميدل within each tooth and carry it just below the dentinal junction تدخل تحت الدنتينال junction 0.5 قلنا 0.2 ملم. كيفو سيرفس انجل شود بي 90 درجه. The width of the cavity should be minimum 1/4 of the intercusp distance عرض الكافيتي ضروري يكون اقل حاجه ربع المسافه ما بين الكسبات اللي هو احنا نسمو فيه ربع 1/4 of the intercusp distance ربع المسافه بين الكسبات. ما يجيش حد يدير لي وايد كافيتي. All these conservative preparation points saves tooth structure. كل النقاط اللي قلناها الان اذا كان نفذناها بطريقه صحيحه ودرناها في بالنا واحنا نشتغلوا في سنه ثانيه مثلا حنديروا شنو سيف توت ستراكشر حنحافظوا على السن مينيمايز بلبل ريتيشن حننقصوا اذا كان اشتغل على السن الحقيقيه او البيش ماونت حننقصوا ما عادش يصير دمج ما عادش يصير ريتيشن بلبل ما دخلناش حفظنا على الدنتين دخلنا حوالي 0.2 ملم بس ما دخلناش سن عميقه ما درناش كافيتي عميقه. اذا كان درنا عميقه معناها نحول جزء كبير من الدنتين وصلنا لقريب من البلب معناها درنا دمج للبلب. ليفينج ذا ريمينينج توت ستراكشر او دوت كراون از سترونج از بوسيبل وفي النهايه نخلوا ان السن تبقى قويه جدا. بعدين في نهايه البريبريشن كلها نديروا ووش ونديروا دراي ونديروا اسس ذا كافيتي بريشن وحتبقى السن حتستقبل حشوه
بالوضعية الطبيعية، وهذه الخطوات الصحيحة لعمل كلاس 1.